قرارات خاطئة قاعد تتخذها الحكومة العراقية تجاه الملفات الخارجية. يعني كثير من المعوقات الداخلية موجودة اليوم تتوجه وجود يعني بلاسخار داخل العملية السياسية، لأن كثير من الملفات حلتها بلاسخار بنفسها، هي تحركت على القوى السياسية وجمعت الفرقاء وشكلت حكومات بلاسخار نفسها. ما أعرف هذه القرارات تضاف إلى القرارات اللي اتخذها محمد الشيع السوداني، أنا اللي أعتبرها هي قرارات فقط إعلامية، يعني ما أعتقد اليوم راح يقدر يتخذ هذه القرارات ويأمر بلاسخار مغادرة العراق. هذا حال القرار اللي صرح به السيد محمد الشيع السوداني بخصوص وجود أو بقاء قوات التحالف. اللي قاعد يصير اليوم تخبط بالقرارات أو تفرد بالقرارات، نفس يعني الصراعات الداخلية اللي موجودة، مثل اليوم منصب رئيس مجلس النواب، وكذلك قضية انسحاب التيار الصدري، وكثير من الأمور اللي قاعد تحصل في بالعملية السياسية. هذه القرارات بصراحة يعني أنا أشوفها يعني راح تنحرف العملية السياسية برمتها اليوم. طيب، ما معقولة أنت اليوم عندك كثير من المشاكل السياسية الداخلية واليوم تتجه إلى حل المشاكل الخارجية. أنت اليوم ابدأ بنفسك، اليوم انضج سياسيا، اليوم انهي الملفات الصراعات الداخلية، بعدين اتجه إلى الأمور الخارجية. ما معقول اليوم الواحد بيته ما مسيطر عليه يتحول إلى حل مشاكل الخارجية اللي موجودة خارج بيته.